أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. هل فقد نتنياهو اتصاله بالواقع كما تقول المونيتور؟ ومصدرها الذي لم يكشف عن اسمه يضيف أن إسرائيل تتحول اليوم إلى ديكتاتورية ونتنياهو يحولها إلى مثل هذا المصير، وأن المنتصر الوحيد اليوم في هذه المعركة أو ما سماها بالحرب الآلية في إسرائيل، المنتصر الوحيد هو حسن نصر الله بالحرف. إذن إن كانت المونيتور تتهم وعبر مصادر إسرائيلية نتنياهو بأنه فقد اتصاله بالواقع، فلأن هناك أمر جلل حدث. فمنذ نشر القناة 12 لتصريحات قائد سلاح الجو الإسرائيلي المعروف تومير بار، وهو الذي كان يرأس إلى 2019 قسم التخطيط أو مسارات الجيش أو مسارات الحرب، وقسم التخطيط أو المديرية السابقة كما كانت تسمى مديرية التخطيط الاستراتيجي، أهم مديرية اليوم لديها اسم آخر، لكن هذا الجنرال معروف بتوجهه المستقبلي في نظرة الأمور، ولذلك فهو كان رجل قيادي بامتياز إلى أن وصل إلى هذا المنصب، وهو الذي أدار معارك شديدة الحساسية. فكان يرأس تماما السرب 69 لA-15I إسرائيل التي قصفت المركز أو الموقع النووي السوري مثلا. إذن مهام استراتيجية ولديها بعد شديد الأهمية نحو المستقبل، اليوم ينظر إلى سلاح الجو الإسرائيلي بأنه مدمر. ولو عاد الآن كل الاحتياط للعمل وعادت الأمور إلى نصابها، فإن عملية الانسجام من داخل سلاح الجو الإسرائيلي غير واردة. إذن تومير بار عندما نقلت كلماته وتصريحاته إلى القناة الثانية وإلى يدعوت أحرنوت في نفس الآن، فقد شكل ذلك صدمة. لكن الصدمة الأعنف ليست تصريحات تومير بار قائد سلاح الجو الإسرائيلي الذي انتقد بشدة كل التوجهات الحالية لنتنياهو. الأمر أخطر، لأن نتنياهو هو الذي قرر ألا يعطي الآن رؤساء القطاعات، يعني قطاع سلاح الجو، سلاح البر، سلاح البحري، كل هذا اليوم محرم أن يقيموا. الجيش الإسرائيلي حرم من تقييم مستواه وأدائه، وهذا كله ليس في صالح أي معركة على الإطلاق. عندما صرح حسن نصر الله بأن أسوأ ما عاشه الجيش الإسرائيلي يعيشه في هذه اللحظة، فكان صادقا، لأن هناك من يمنع التقييم، فبعد تقييم قائد سلاح الجو منع باقي القطاعات من أي تقييم في هذه المرحلة. ثانيا، الكابينيت الإسرائيلي لا يجتمع، إلى آخر ما هناك من مظاهر صعبة الإدارة وصعبة التدبير. واليوم نتنياهو يرسخ وجها آخر، يقول عنه مصدر المونيتور بأنه نموذج لكوريا الشمالية. إذن عندما يتحدث المرء عن مثل هذا التقييم، سنرى أن هناك تجاوز للقدرات أيضا بالنسبة للانسجام من داخل سلاح الجو وباقي قطاعات الجيش الإسرائيلي، إلى آخر ما هنالك من تفكك من داخل القيادة. فاليوم ليس هناك كابينت أمني، وليس هناك اجتماع مثلا بين نتنياهو وبين ألفي أو أي اجتماعات للتقييم بما فيها تقييم الحرب غدا مثلا ضد حزب الله. ليس هناك من يقيم، ليس هناك من لديه هذه الاستطاعة الآن. لكن نتنياهو مع كل هذه الجمهرة من
قادة اليمين المتطرف لديهم شيء واحد، هو تخوين قادة الموساد والشين بيت، لأن الموساد والشين بيت لديهما نظرة، هؤلاء القادة لديهما رؤية بعيدا كل البعد عن التكتيكات. نحن نتحدث عن الموساد وعن الشين بيت الإسرائيليين، الجهازين الاستخباريين الأهمين بالنسبة لإسرائيل، بالإضافة إلى أمان استخبارات الجيش الإسرائيلي. معنى ذلك أننا أمام صعوبة حقيقية تعيشها إسرائيل من الداخل، أو حربا أهلية كما يحب البعض أن يسميها. لكن هذه الأزمة هي أزمة هيكلية، وهذا هو المهم. ثانيا، أنها لا تعطي هذا التواصل والاتصال والانسجام وأيضا التنسيق، كل هذا ضاع من إسرائيل. الانقسام الذي حدث في المجتمع الإسرائيلي انتقل إلى المؤسسات. المشكل كله هو في هذه الانتقالة، ولدينا توجها دينيا وصل إلى أن يكون هو في الصدارة، مثلا في الباصات، الحريديين الآن في مقدمة الباص والآخرين للخلف. إذا هناك انقسام من الباص وإلى الطائرة العسكرية التي يمكن أن تقصف هذا الهدف أو ذاك. إذا إسرائيل تعيش في واقع الأمر أزمة، أزمة اليوم يديرها فرد. قبل لحظة من يوم كيبور أو حرب أكتوبر، لاحظ الجميع أن إسرائيل كانت منقسمة ولكن كمؤسسات وعلى صعيد التقييم وحسب. لكن الآن فيه شيء آخر، هو إدارة شخص لتحول مع ظهور الدين، وهذا الذي يضع أسئلة كبرى انتهت إلى أن الحضور الذي كان لنتنياهو مع على الأقل حبرين كبيرين ومن السفارديم والأشكناز، يعني أن الأمر يتعلق بالغربيين وأيضا بالشرقيين، اليهود الشرقيين. فكان الاجتماع الذي قال فيه نتنياهو، الذي فقد صلته مع الواقع في واقع الحال، عندما قال إن من الأهم أن تكون الحقيبة النووية وأن يكون التهديد ضد مكة والمدينة للسماح بدخولنا إلى الأقصى، فعليهم الاختيار. فعندما يصل نتنياهو إلى أن يهدد الرياض أمام هذه الصدمة، صدمة الرياض عندما قررت أن يكون ممثلها في القدس واستعادة القدس دون رام الله، في تجاوز هو الأهم في هذه المرحلة الأخيرة، بأن رام الله ليست عاصمة الدولة الفلسطينية، إنما الأمر يتعلق بالقدس، بالقدس الشرقية. كل هذا جعل إيلي كوهين الذي بشر وكم بشر بالتطبيع السعودي ينفي بشكل قاطع إمكانية العمل، عمل هذا المسؤول السعودي انطلاقا من القدس. لهذا فإيلي كوهين الرئيس والقائد السابق أو المدير السابق للموساد الإسرائيلي والآن يدير الخارجية، وهو الذي نبه إلى أن التطبيع سيكون في حدود 9 أشهر إلى 12 شهر في تسريب مباشر للصحفي الغربية، اليوم يرى أن هذه الصدمة الآن لن تسمح لإسرائيل ولأي سعودي أن يعمل من داخل القدس. هذه الضربة التي جعلت نتنياهو يفقد أعصابه ويفقدها مع اليمين ومع أحباره وحاخاماته، كان واضحا جدا أنه لأول مرة يهدد بالحقيبة النووية. وهذا يعني أن نتنياهو فقد السيطرة على أعصابه أمام ما يراه. الجيش كله تقريبا اليوم تحت عتبة لا تنسيق، يعني أن الأمر لا يتعلق فقط بفقدان التنسيق وإنما عدم إمكانية إدارة لا تنسيق. ليس هناك سلطات اليوم ولو للوزير الأول من أجل خلق تنسيق بعد الذي حدث.
لذلك بقى مسألة أن تكون هناك قيادة على صعيد العمليات أو أيضا مراكز القيادة، كل هذا حاول اليوم نتنياهو أن يعيد النظر فيه، فقرر عدم لقاء أي طرف. فيما في الاتجاه الآخر هناك دعوة مباشرة لمحاكمة البعض الآن على صعيد منصات التواصل، وأيضا على صعيد انتقاد ابن نتنياهو لقائد الأركان مثلا وسلاح الجو من جهة، لأنه لا بد في نظر نتنياهو أن يعاقب قائد سلاح الجو إلى آخره. هذه الفوضى الحقيقية التي تعيشها الآن إسرائيل تجعل من نتنياهو يهدد بالحقيبة النووية لضرب الرياض، لأن هذا هو الأمر الذي يجب أن يكون، وأول قنبلتين نوويتين إسرائيليتين ستوجهان مباشرة إلى مكة والمدينة، يعني إلى السعودية التي كانت إلى عهد قريب جدا بل لساعات ماضية قبل القرار التاريخي للسعودية بتعيين مسؤوليها في القدس وليس في رام الله، كل هذا جعل الموضوع أكثر صعوبة وتعقيدا بالنسبة لنتنياهو. واليوم يتخوف الأمريكيون، بل إن سلاح الجو حاليا يرفض تحت أي ظرف الذهاب بعيدا نحو هلوسات نتنياهو، لأن نتنياهو يريد من سلاح الجو ولا إمكانية إلا لسلاح الجو للوصول إلى مكة والمدينة. لذلك فبالنسبة لتومير بار يعد الآن في نظر الأمريكيين بمثابة عنصر رئيس ولديه عقلية تخطيطية هائلة من أجل إبعاد هذه الهلوسات لنتنياهو. يقول البعض أن الأمر يتعلق بانحراف حقيقي نحو اليمين، يعني أن الشخص أصبح بهذا الأسلوب، ليس هناك ليكود مات في نتنياهو، كل ما يتعلق بجزء الليكود مات وأصبح هو بن كفير آخر أو على الأقل وزير مالي آخر. إذن الأمر هنا لا يمكن لنتنياهو أن يتطرف عليه أحد، لابد أن يكون الأكثر تطرفا في الكابينت، وهنا لابد أن يكون بطلا أو شخص البطل، وهذا الذي قاله عنه طبيبه النفسي قبل أن ينتحر. معنى ذلك أن هذا الجو الذي يعيشه الآن نتنياهو والذي هدد فيه مكة والمدينة بالنووي، هذا يعني أن نتنياهو فقد صلته بالواقع حقا وأصبح الأكثر تطرفا من بن كفير ومن وزير مالياته. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.